دابا غادي نشرحو كيفاش الاستاذ يدخل ويشوف التلامذ فاش يخرجوا التمرين شحال جابوا فين كاين عندهم مشكل داكشي اللي هضرنا فيه الصباح. هذا درس انا كنت فايت ليه مصاوب ديال قانون كره اليد. هذا الاعلان اللي كتبت مثلا باش نشرح التلامذ شنو كاين. هذا القانون الى كليك هنايا كيطلع له القانون. هذا الفيديو كنشرح فيه كيفاش كيخدم السيت. هذا فيديو كيشرح الاخطاء مثلا ديال كره اليد. وهذا الامتحان. دابا الاستاذ باغي يدخل يشوف الامتحان التلامذ كيفاش شنو جاوبوا شنو فين عندهم مشكل اخطاء بزاف فين كاينه. المهم كيعطيك التفصيل ديال اي تلميذ. كنكليكي في هاد اجيب على الاسئله التاليه. هنا كيبانوا لي شحال ديال العدد ديال التلاميذ اللي دخلوا يدوزوا. مثلا دخلوا يدوزوا 51 تلميذ. كنكليكي هنا فاش كيكون غير واحد راه كيبان لك هنا واحد. فاش كيكونوا 10 كيبان لك 10. المهم كنكليكي في هاد التونتاتيف. هنا كنختار شنو يبان لي انا. هاد الاولى هادي كتقول لك التلامذ اللي انسكري يعني اللي عندك انت في الدرس وداروا الفرق وداروا داك التمرين. التلامذ اللي عندك وما داروش التمرين. هادو التلامذ اللي عندك اللي داروا واللي ما داروش التمرين. المهم مثلا حنايا يعني غنختاروا التلامذ اللي داروا التمرين باش يبان لنا. هنا كنختار التلامذ اللي يلاه في هاد اللحظه هادو كيصاوبوا التمرين. التلامذ اللي معطلين التلامذ اللي سالاو والتلامذ اللي ما عمرهم عطاو يعني ما عمرهم دخلوا التلامذ. هنا انا كنختار شنو يبان لي. مثلا بغيت يبانوا لي غير التلامذ اللي سالاو. كنحيد هادي ونحيد هادي ونحيد هادي كيبقاو لي غير التلامذ يعني غيبان لي غير التلامذ اللي سالاو تيرمين. وكنختار انا شحال غيبان لي تلميذ في الباج في الصفحه. مثلا انا غيبانوا لي 10 ديال التلامذ في الصفحه هاي. كنجي لهنا مثلا احنا غنشوفو شي تلميذ هنايا. نفرضو مثلا هاد التلميذة هادي فاطمة شارب. الا كليكيت في هاد البلاصة هادي كيبانو لي الأسئلة اللي شحال جاوبت. مثلا ثلاثة ديال هاد الثلاثة هادو جاوبت فيهم صفر كاملين. هذا جاوبت فيه واحد. هذا جاوبت فيه 0.89 على حساب. هذا جاوبت فيه جوج يعني هاد السؤال هذا عليه جوج وهي جابت عليه جوج. كيطلع هنا بالخضر. هذا السؤال مثلا عليه جوج هي جابت عليه 1.80 كيطلع بالازرق. والسؤال اللي غلط في مره كيطلع بالاحمر. دابا انا بغيت نشوف هذه التلميذه هذه التلميذه مثلا هذه فاطمه شارب. بغيت نشوفها فوقاش دخلت وشحال دوزت في كل تمرين. المهم الاحصائيات ديالها كنكليكي فيها. كليكي في هذا غوليكتور دو فاطمه شارب. كنكليكي في السميه ديالها. الا بغيت مثلا انا التلميذ هذا نهضر معاه مثلا شي حاجه بغيت نصيفطها له كنكليكي في هذا ميساج بيرسونيل. هكا كيطلع بحال الشاط ولكن كيبقى الاستاذ ما معروفش. ما كتطلع لا ايميل ديالو ولا حتى شي حاجه. كنجي لهنا وكنكتب لها اي حاجه بغيت. صافي كدير اونفوي. الا كانت التلميذه مكونيكتيها في السيت راه كتطلع لك هنايا كونيكتي. دابا راه ما مكونيكتيهاش كتطلع لك هنا ديكونيكتي. والتلميذ فاش كيوصلوا ميساج راه كيوصلوا ميساج هنايا كيبان له هنايا كتطلع له واحد العلامه حمراء. وهنا كيف قلت لكم انا كيبقى الاستاذ ما كيبان لا الرقم ديال الهاتف ديالو ولا ايميل ديالو ولا حتى شي حاجه. كيبقى الاستاذ مثلا غادي يطلع له غادي يقول له باللي اونسينيو مثلا استاذ الفلسفه رقم واحد صيفط لك ميساج. مثلا دابا انا بغيت نجي نشوف هاد التلميذه هادي فوقاش دخلت فوق شنو دارت. كنجي لهنا كندير تو لي جورنو. مثلا هاد التلميذه هادي دخلت للدرس شافت بي دي اف وداكشي نهار 11 فبراير مع 2:31 دقيقه. دخلت مثلا جاوبت على السؤال رقم 9 مع 9:31 دقيقه.
وهي غاديه، كنشوف التلميذ شحال دوز ديال الوقت في السيت، يعني شحال ديال الوقت هو كيقرا، شحال ديال الوقت هو كيخدم التمارين، كل تمرين شحال دوز فيه، لا اي حاجه كنلقاها على التلميذ هنا يعني. صافي، واهم حاجه كيف قلت لكم هي انني الا بغيت نهضر مع التلميذ ولا بغيت نصيفط له شي توجيه ولا شي حاجه، كنكليكي غير هنايا وكنكتب له، وكيبقى انا كنعرف شكون هو، وما كي ما كيدخلش لي دوني ديالي كاع، ما كيعرف لا رقم الهاتف ديالي لا ايميل ديالي لا حتى شي حاجه. وبالنسبه لي ستاتيست يعني الا بغيت نشوف انا التلامد فين عندهم، فين كاين المشكل انا عند التلامد ديالي. هانتوما مثلا دابا هنا كيعطيك عندي تلميذ جوج ديال التلامذ جابوا بين صفر وجوج، عندي هنايا 8 ديال التلامذ جابوا بين 15 و16، ثلاثة ديال التلامذ جابوا بين 18 و19، تلميذ واحد جاب بين 10 و11. يعني انا هنايا كيبان لي هاد التلميذ يعني فين داك التلامذ انطلاقا من المبين، غيبان لي التلامذ واش فهموا الدرس واش جاوبوا على الاسئله مزيان ولا ما جاوبوش على الاسئله مزيان. وبالنسبه للتصحيح مثلا كيف قلت لكم التصحيح فوقاش كيصحح الاستاذ في حاله واحده، فاش كنعطيه كومبوزيسيون يعني كيف شرحت لكم قبيله، الاستاذ كيصور الفرد كيصور التمرين وكيحطوا للتلامذ، ومثلا التلامذ كيجاوبوا يا كيكتبوا الجواب كيكتبوا الجواب في ورقه ويصوروا ويصيفطوه لك. انت كيفاش كتدخل تصحح؟ مثلا عندي هاد التلميذ هذا هنايا، هذا كنجي لهنا، ها هي كيعطيك بلي خاصو يتصحح، اما دوك الاجوبه ديال صحيح او خطأ ولا اجوبه ديال اختيارات متعدده كيصححهم الموقع الراس. انت كيبقى لك تصحح غير هذوك الكومبوزيسيون اللي كتصحح، كتجي كدير كتكليكي هنايا كيطلعوا لك دابا الاسئله اللي حاط هما هادو، ما هي مده كل شوط، ما هي مده فتره الاستراحه بين كل شوط، المهم هادو هما الاسئله اللي حاط هنايا. هاد البلاصه البيضاء هما الاجوبه ديال التلامذ، باش نعطيه نقطه كنجي لهنا فيغ ان كومونتير وموديفي اون نوت. مثلا هذا السؤال عليه واحد جاوب عليهم مثلا كاملين صحاح غنعطيه واحد، جاوب على النص صحيح غنعطيه 0.5، داكشي كيبقى تقدير ديال الاستاذ. وهنا كومونتير يعني الا كان داك التلميذ بان لي غالط في شي حاجه كنكتب له اللي مثلا راك غالط في السؤال، مثلا السؤال الثالث راه عندك غلط وهذا الجواب الصحيح ديال. صافي كندير اونغوجيستري، صافي يعني هنا النقطة كتبان للتلميذ وكتبان لك حتى انت من بعد.